ولا مش عارف ايه. المهم قاموا جايين بعد ما خدروه حطوه في التروسك وخدوه سرحوا بالغطان. دبحوه يا عدالة يا اللي في قلبكم رحمة. عنده كم ابن اخوه؟ ثلاثة. دبحوه وخدوه رميه في المية وحطوا عليه طين. انا اللي مطلعته. كان متغيب قد ايه؟ انت اللي طلعتيه؟ ست ايام اخويا في المية. ست ايام في المية. انا والحكومة اللي مطلعين. انا والحكومة. انت شفتيه وهما بيطلعوك انت عاملة ازاي؟ تمام. خالد. كملي بس. طلعتيه. دول ولاده؟ ايوه. اعمارهم قد ايه؟ رئيس الفرع. تمام بس ماشي. كمان. هما اعمارهم قد ايه؟ خمسة ابتدائي وثالثة ابتدائي وثلاث سنين. ده عيل عنده 3 سنين. طيب. عيل عنده 3 سنين. انت اخته كبيرة صح؟ كان بيوصيك على اولاده؟ كان بيوصيك على اولاده؟ هو بيوصينا على اولاده. واخويا كان يعرف انه هيتغدر بيه. اخويا طالع. عرفينا بنفسك. انا اخته. اخويا كان اسمي هيام. ابراهيم المغازي اختي المتوفى. اخويا كان يعرف انه يتغدر بيه عشان يوسع لعياله. ناس واكله وشاربه معاه وطالعين. استدرجوا اخويا من البيت وخدوه. دبح اخويا. ارموه في مشروع الصرف الصيفي. ليه اخويا عمل ايه؟ كنت قاعده معاه قبلها؟ قاعده مع اخويا قبلها. انا كنت مع اخويا يوم الجمعه في السوق. اخويا مروحني بالتكتك. ضحك ومفيش اي حاجه ولا في اي حاجه بينه وبين اي حد. ولا عمره قال لنا في مشاكل بيني وبين اي حد. انا عايز افهم هم غدروا باخويا ليه؟ ده العلاقه بينهم كانت قويه. العلاقه وخاصه المنتهى من الرئيسي في القضيه. ما كانش في اي خلاف. بقول لك واكلين معاه في البيت كام سنه. واستدرجوا اخويا من البيت وخدوه وطلعوا. يرمى اخويا في مصرف الصرف الصحي ويغطوا عليه. ست ايام المباحث الجنائيه اللي مطلعه اخويا. احنا رايحين لاخويا طنطا. احنا ما شفناش اخويا. اخويا متغيب من يوم الخميس الساعه 5 من يوم الجمعه الساعه 5 لحد اول امبارح. اخويا طالع. حاله والدته ومراته ايه بعد اللي حصل؟ ما بينطقوش. منهارين طبعا. ما بيتكلموش. الكابتن خالد هو اللي مطلعهم. حالتهم ايه؟ عرفنا بس. حالتهم صدمه. انا اخت سامح المتوفى. امه ومراته عندهم صدمه. ما بيتكلموش ولا بينطقوا. ليه؟ اخويا عمل ايه؟ يذبحوه وياخدوه من قلب بيتنا بعد ما كال وشربوا معاه وخدهم وطلعوا على الكافيتيريا. خدم عليهم على الكافيتيريا وسقاهم المشروبات. اخويا مخدم عليهم على الكافيتيريا كده وسايمه المشروبات. حملوه في التروسيكل بعد ما سقوه وخدوه. الكاميرات كلها جايباه وهو نايم في قلب التروسيكل. ونسال ونقول لهم انتوا وديتوا اخويا فين؟ نقول له احنا سبناه. ده كانوا بيدوروا معانا. بيدوروا معانا الكفر. بيدوروا معانا وبيجروا معانا. ويقولوا احنا سبناه. هو وصلنا وسبناه. احنا سبناه هنا.